ما جعل الكويت إلى حد كبير محصنة من هذا الربيع العربي، أن الكويت، وهذه يعني إلى حد معين، ما إحنا ما ندعي الديمقراطية الكاملة، لكن هامش الديمقراطية والقبول بالتنوع السياسي وإن كان محدود جدا، جعلها يعني قابلة لتقبل مثل هذا الأمر. لذلك وجود مثلا برلمان يعبر بشكل أو بآخر، وإن كنت ما أتفق مع البرلمان الحالي لكن أتكلم على مدى السنوات الماضية، وجود برلمان كان يعبر بشكل أو بآخر عن الغضب الشعبي في بعض القضايا، جعل الكويت محصنة من يعني الانفلات الكامل. ولذلك إذا كانت هناك قضية تهم الشارع، كان الشارع يستطيع من خلال المجلس الأمة أن يعبر عن هذا الغضب ويمتص غضب الشارع. ولذلك، وهذا ما نؤكده الآن من خلال هذه الحلقة، أن إذا كان البرلمان لا يمثل مجلس الأمة الحالي، لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ولا يعبر عن رغباته، فإن الأمر هذا خطير. ما جعل الكويت متميزة طوال السنوات أو العقود الماضية أخشى أن تفقده الآن، لأن المؤسسة الوحيدة التي يعبر الشعب من خلالها عن رغباته واحتياجاته وغضبه وامتعاضه عن بعض السياسات الآن تكاد تكون مهمشة. وهذا الأمر يعني يجب أن يسترعي انتباه الشعب أولا والسلطة ثانيا، بأن استمرار هذا الوضع قد لا يكون في صالح الجميع.